بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم مصطفى مكرم. النهاردة مع برنامج جديد، مع أبليكيشن جديد اسمه Speech Recognizer، بيساعدني أن أنا أعمل ترجمة فورية زي ما هنشوف النهاردة. الأبليكيشن ده بينزل على الآيفون، كان سعره $9، دلوقتي مجاني، تقدروا تحملوه ببلاش. بروح على الأبليكيشن بعد ما بنزله، بقول له Open. الابليكيشن ده بيساعدني في ايه؟ بيساعدني ان انا لو مسافر، لو انا في مع اي شخص بيتكلم لغة تانية، هو داعم للغة العربية وداعم لاكتر من لغة زي ما احنا شايفين، الصينية، الدنماركية، الهولندية، الانجليزية، كل دي لغات البرنامج بيقراها. مثلا بشتغل عليه ازاي؟ لو انا بتكلم بالعربي مثلا، لو هقول اهلا بكم في قناتي التعليمية على اليوتيوب، وبعد كده بوقف، بلاقيه على طول ارى الكلام او حول لي الكلام اللي انا قلته لتكست. طبعا خد بعد كده اهلا بكم في قناة التعليمية، بقدر اسمع هو قال ايه، بشغل على البلاي اللي تحت، وبقدر ان انا احول التكست لاي لغة. لما بضغط على شكل الكرة الارضية اللي تحت بيحول لي الكلام، مثلا انا عايز احوله لتكست لغة انجليزية، لغة المانية، سبانيش، اي حاجة، اي لغة بيقدر يحولها لي بكل سهولة. وكل ده خده من الفويس بتاعي او من الصوت بتاعي. ده كان ابليكيشن سريع، وطبعا بتقدر تعمل مشاركة له على الواتساب، على تويتر، على فيسبوك، يعني بتقدر تعمل مشاركة على اكتر من وسيلة تواصل اجتماعي. ده كان ابليكيشن لطيف، الحقوا نزلوه قبل ما ينتهي العرض بتاع المجاني. برنامج مفيد جدا، واستنوني مع ابليكيشن جديد. كان معاكم مصطفى مكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.